السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخبار يا شباب؟ تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنكمل بقى بقية حل الأسئلة بتاعة البوكلت بتاعة المعاصر. في الفيديو اللي فات حللنا لحد 14 في تشابتر 1، هنبدأ إن شاء الله النهاردة من أول 15. هنا جايب لي سيركت فيها تلات لمب A و B و C بوليانز أوبوزيت إلكتريك سيركت، ذير آر 3 أيدنتيكال إلكتريك بالبس كلهم ليهم نفس الريزيستنس، يعني أر جلوينج، هما الثلاثة بينوروا. طبعا واضح ان الكرنت هيخرج من هنا هيخش هنا، طبعا هيتوزع على الاتنين دول بارلل A و B، بعد كده يخش في المسار ده، بعد كده يرجعوا ايه يجمعوا تاني. هو واضح ان لو دول تو ريزيستورز يبقى دول كده سيريس والاتنين دول بارلل مع دي، تمام. طيب هنا بيقول لي ايه بقى؟ when the switch K is closed، لما كده يتقفل، then the light of the bulb A is A، ده لما يتقفل، لما اقفل المفتاح ده. بص هيبقى الخط عامل كده، يبقى الكرنت قدامه هنا ايه؟ قدامه سلك فاضي، تمام، قدامه ايه؟ قدامه سلك فاضي. فانت عندك سلك فاضي وعندك ريزيستنس، لما وطبعا والسلك الفاضي ده هتلاقيه بارلل مع الريزيستنس دي، ما اللمبه دي تعتبر ريزيستنس، ما النقطه دي هي النقطه دي هي النقطه دي، فانت اكنك عملت كده كأنك بالظبط، يعني مفتاح اهو واللمبه اهي، اكن اللمبه دي كده ريزيستنس بالشكل ده، تمام، ترجع تتجمع تاني عند البوينت دي. يعني الكرنت ماشي كده، لا سلك فاضي هيخش فيه، طبعا مش هيخش في الريزيستنس دي، مش هيخش في اللمبه، او حتى لو اللمبه كانت هنا مش هتفرق معايا، هيكمل اللي المسار بتاعه على على باقي ايه، على باقي السيركت. فبالتالي اللمبه ايه مش هيخش فيها كرنت، عشان ده هيبقى بالنسبه لي سلك فاضي، فاللايت اوف ذا بالب ايه فانيشز، يبقى الاجابه رقم بي. بعد كده رقم 16 هنا جايب لي سيركت فيها تو باتريز وفي تو كرنتس، وبيقول لي ذا بوتنشال ديفرنس ما بين التو بوينتس اكس واي 16 فولت، زين ذا انتنسيتي اوف ذا كرنت اي از ايه. يعني انت هنا اكنك جبت فولتميتر، تمام، يعني حتى احنا ممكن نرسم الرسمة دي كده سريعا، الرسمة بالشكل ده. وهنا بيقول لي ان البوتنشال ديفرنس ما بين النقطتين دول، يعني كنا جايب فولتميتر القراية بتاعته 16 فولت. طيب هنا في طريقتين ممكن نحل بيهم مسألة، نقول يعني التوتال فولتج ما بين النقطتين دول ب 16، تمام. طيب الكرنت ماشي ازاي؟ انا ممكن اعتبر الفولتميتر ده اكنه بطاريه. طب بطاريه اتجاهها عامل ازاي؟ اتجاه كده، يعني بحس ان الكرنت مع الكرنت داخل كده، مش اتجاه الكرنت كده، يبقى بطاريه اتجاه الايه الكرنت بتاعها ماشي كده، واحل بكيرشوف عادي، اعتبر الفولتميتر ده باتري ب 16 فولت، ودي عندي باتري ب 9 فولت، وفي عندي انترنال ريزيستنس ده ار سمول 0.5، ودي الريزيستنس دي ب 3. فممكن اقول ايه؟ ان سيجما في بي ايكوال ايه سيجما اي ار، واخد المسار ده بالشكل ده. عندي كام باتري؟ 2 16 و9. طب دي مع اللوب يبقى اعملها بالبوزيتيف، ده عكس اتجاه اللوب اعملها ايه بالنيجاتيف. ايكوال عندي كام اي هنا؟ ما هو انا اعتبرت ان المسار ده مسار واحد، الكرنت اللي ماشي هنا في الريزيستورز دي اي 1 اللي هو وداخل في الريزيستور ايه ار سوري 3 و 0.5، فانا عندي الار توتال هنا 0.5 والاي 1 انا عايزه يبقى اي 1 تايمز ايه 3.5، يبقى الاي 1 هيبقى ايكوال كام؟ 16 ماينس 9 ب 7 ديفايد 3.5 ايكوال كام؟ ايكوال 2 امبير. اي 2 بنفس الطريقه هناخد ايه؟ ممكن ناخد المسار ده برضو في نفس، يعني في نفس اتجاه الباتري الكبيره، طبعا ولقينا ان هو عكس اتجاه الباتري الصغير، برضو بنفس الرول سيجما في بي ايكوال سيجما اي ار، يبقى 16 ماينس 6 ايكوال الاي، عندي كام اي هنا؟ هو اي 2 داخل في الارات، انهي ار؟ عندي 4 و1، يبقى اي 2 تايمز ايه 5، يبقى دي ب 10، اي 2 ال 5 تروح الناحيه الثانيه بالديفايد، يبقى اي 2 بكام؟ ب 2 امبير. يعني ده الاي 2 ب 2 امبير والاي 1 ب 2 امبير، يبقى الاي توتال بكام؟ اكيد ب 4 امبير، تمام، يبقى الاجابه رقم سي. بعد كده question 17 هنا بيقول لي
عايز الكرنت اللي ماشي في الريزيستور 6 اوم. طب اجيب الكرنت ده ازاي؟ لازم اجيب الاول الكرنت الكلي. طب اجيب الكرنت الكلي بمنتهى البساطه، وانا بيقول لي قرايه الفولتميتر ده ب4، يعني الفي هنا ب4 فولت اللي عندي انهي ريزيستنس 2، تمام، ويعني الار ب2. اقدر اجيب الاي بمنتهى البساطه، وطبعا الاي اللي هنا هي اللي ماشيه في 2، هي اللي ماشيه في الايه، في السيركت الكليه، يبقى في اوفر ار، يبقى ايه 4 اوفر 2، يبقى كام؟ يبقى 2 امبير. ده الاي الكلي. انا عايز مين؟ عايز الاي اللي داخل في 6 بس. طيب انا اقدر اجيب الفي توتال على التو ريزيستورز دول؟ اقدر. ازاي؟ مش في ايكوال اي ار؟ الاي اللي داخل لهم هم الاثنين على الايكوفالنت بتاعتهم هم الاثنين بكام؟ ب2 تايمز الايكوفالنت بتاعتهم هو ايه؟ 6 في 4 على 6 زائد 4. شو هما الاثنين دول بارلل؟ يبقى كام؟ تعمل الكلام ده على الكالكوليتر يديك كام؟ يديك 2 تايمز 2.4 يديك 4.8 فولت. ده مين ده؟ ده الفي بتاع التو ريزيستورز. طب الاثنين دول بارلل، يعني الفي هنا بيساوي الفي هنا. انا عايز الاي هنا، يبقى اي اللي عند 6 اوم بيساوي في على ار. الفي التوتال بكام؟ ب4.8، او الفي عليها ب4.8 على الار اللي هي 6. نعمل يبقى 4.8 ديفايد 6 يديك كام؟ هيديك 0.8 امبير. تمام، يبقى الاجابه عندي رقم ايه. بعد كده هنا جايب لي بيقول لي ان ذا الكتريك سيركت شون ان ذا فيجر اف ذا ريدنج اوف اميتر is 1 ampere then the reading of the voltmeter is a. قراية الاميتر 1 ampere، يبقى قراية الفولتميتر كام؟ والله هنا مديني الاي. طب ما انت عندك ده كده ايه، قوم زيرو فور ذا كلوز سيركت بمنتهى البساطة، في بي على ار بلس ار، الاي بواحد جاهزة، الفي بي بتن، الار الكلية الخارجية اكتبها زي ما هي مجهولة. هتقول لي 3، طب لا انا هعمل 3 ماينس الار اللي انا هجيبها بلس ايه ار سمول ب1، دول هيروح الناحية التانية بالمالتبلاي، يبقى ايه اي حاجة تايمز 1 بتنزل زي ما هي ايكوال 10. ال 1 هيروح الناحية التانية بالنيجاتيف، يبقى ار ايكوال 9. تمام، ار انهي الخارجية؟ طب كام بلس 3 يديك 9؟ 6. يبقى اكيد ار دي بكام؟ ب 6 اوم. انا عايز اجيب مين؟ عايز اجيب قراية الفولتميتر. طب ما في ايكوال اي ار، الاي بواحد والار بستة، يبقى ايه؟ يبقى 6 فولت. يبقى الاجابة عندي رقم كام؟ الاجابة عندي رقم بي. بعد كده دي ده سؤال سهل جدا مباشر، جايب لي 3 ريزيستورز، واضح ان هما ايه يعني اسندنج، يعني هو بالترتيبين كده ايه، ترتيب تصاعدي اسندنج من الصغير للكبير طبعا. وهنا عايز ايه؟ عايز الريشيو في الالكتريك بوتنشال ديفرنس اكروس ايتش اوف ذم. طبعا انا عارف من اومز لو ان الفي ايكوال ايه؟ اي ار، يعني الفي دايركتلي بروبورشنال مع الار، كل ما الار تزيد كل ما الفي تزيد، تمام، فاكيد ده اقل في، ده اعلى منه، ده اعلى منه. مين الرسمه اللي بتجيب لي الكلام ده؟ اللي هي رقم كام؟ رقم دي. جايب الار هنا ب 3.2 اوم، كونكتد تو ا باتري، يعني الفي بي ب 8 فولت، هوز انترنال ريزيستنس از نيجليجبل، يعني الار بزيرو، ماشي. زين ذا نمبر اوف الكترونز، عايز ايه؟ ال ان بتاع الالكترون. which are passing every minute، يعني التايم هنا بكام؟ ب 60 سكند على طول، انا بحول التايم من مينت لسكند على طول. through a cross section of the filament of the bulb equals كام؟ ومديك التشارج بتاعت لون الالكترون اللي هي 1.6 times 10 power negative 19 كولومب. طب انا مش عارف ان في قانون بيقول لي ايه؟ Q equal N E، انا عايز النمبر، عايز ال N، يبقى N equal ايه؟ Q over E، صح؟ طيب انا اجيب ال Q الاول وبعد كده اقدر اجيب ال N. اجيب الكيو ازاي؟ انت دلوقتي معاك الار ومعاك الفي بي، اقدر اجيب الاي عن طريق اومز لو، اي ايكوال في بي على ار، الفي بي ب8، الار ب3.2، 8 على 3.2 يديك 2.5 امبير. ده الاي. عايز ايه الكيو؟ طب ما كيو ايكوال ايه؟ اي تايمز تي، صح؟ مش اي، مش كان عندك الرول ده اي ايكوال كيو اوفر تي، عايز بقى الكيو اي تي. الاي ب 2.5 التايم 60، يبقى تايم 60 ايكوال كام؟ ايكوال 150
كولومب. تمام، ده الكيو 150 ايه كولومب. طيب انا عايز ال ان بقى، عايز ال ان يبقى ان ايكوال كيو اوفر اي الكيوب 150 الاي 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 11، انا سوري تايمز 10 باور نيجاتيف 19، 9.375 تايمز 10 باور 20 اللي هي الاجابه رقم كام؟ الاجابه رقم ما طبعا عملنا لها ابروكسيميشن، الاجابه رقم سي. تمام، اللي هي 9.4 تايمز 10 باور 20. هنا في السيركت دي طبعا هنا اختبار كده سريع على اومز لو فور ذا كلوزد سيركت، جاب لي النقطتين دول، بيقول لي الفي هنا بكام؟ قراءة الفولتميتر. طبعا احنا قلنا النقطتين دول هو عباره عن ايه؟ حاصل اللي جوه كله. يعني ايه حاصل اللي جوه؟ اللي بيدي ناقص اللي بياخد. مين اللي بيدي؟ الفي بي. الفي بي دي بتستهلك فين؟ بتستهلك في الاي ار، اي ار سمول، يعني بيتاخد منها اي ار سمول واي ار كابيتال، يبقى ماينس. مش اتاخد هنا ما بين النقطتين دول، يعني الطاقه دي استهلكت في ايه؟ اي ار كابيتال اي ار سمول، يبقى اي ار سمول ماينس ايه؟ اي ار كابيتال. طيب ممكن تعمل انت ايه؟ الفي بي تاخد الايه؟ الماينس والاي كومن فاكتور، يبقى تعمل ايه؟ ده ديفايد ده يديك، طبعا ممكن يعني طبعا عشان تبقى على حسب الاختيارات، تجيب ده الاول يديك ايه؟ ار كابيتال بالبوزيتيف، وده ديفايد ده يديك بلس ار سمول برضه بالبوزيتيف، يبقى الاجابه كام؟ في بي ماينس اي ار بلس ار، الاجابه هي رقم كام؟ رقم ايه؟ تعالوا هنا بالنسبه للكويستشن نمبر 22، احنا بيقول لي تو ريزيستورز، ماشي تو ريزيستورز اهم، واحده فيهم ب 10 اوم والثانيه ب ار اوم، ار كونسيومد باور ثرو ذم، سوري ذا كونسيومد باور ثرو ذم when they are connected in parallel، يعني انت مره هتوصلهم ايه؟ parallel مع بعض. الباور او الكونسيومد باور لما كانوا متواصلين in parallel كان 4 times the power consumed through them when they are connected in series. يعني مثلا ده باور هنسميه مثلا باور اس، وده باور parallel سميه باور بي. لما كانوا متواصلين parallel كان بيستهلك 4 أضعاف الباور لما كانوا متوصلين سيريس. طب ده معنى الكلام، قال لك ايه بقى؟ when they are connected in sorry with the same battery، يعني دول متوصلين بباتري ودول برضه جيت فكيتهم ركبتهم تاني وصلتهم بنفس ايه؟ بنفس الباتري. يعني ده معنى ايه؟ معناه ان الفي ثابته في الحالتين. طب يعني اكن يعني ايه الفي ثابته في الحالتين؟ مش انت عندك الباور ايكوال ايه؟ في سكوير اوفر ار. فانا هستخدم الرول ده، انت عندك ليه كذا رول، في برضو الرول ده اي سكوير ار، لا انا هستخدم ده ليه؟ عشان الفي ثابته في كلتا ايه الحالتين. فانا هجيب الار داش هنا لما كانوا بارل، ار داش لما كانوا بارل يعني ايه؟ سوري لما كانوا سيريس يعني 10 بلس ار، وار داش لما كانوا بارل يعني ايه؟ 10 تايمز ار ديفايد 10 بلس ار. تمام، ويبقى الباور هنا والباور ايه؟ يبقى الباور هنا ايكوال ايه؟ اللي هو باور بي ايكوال ايه؟ 4 باور اس، 4 أضعاف الباور لما كانوا سيريس. طيب يبقى تعمل ايه بقى انت؟ الباور لما كانوا هم سيريس هيساوي ايه؟ هيساوي في سكوير على ار داش سيريس، والباور لما كانوا بارلل هيساوي ايه؟ في سكوير على ار داش لما كانوا بارلل. هتعمل بقى ايه؟ طبعا وانت ممكن تشيل الباور لما كانوا، يعني تشيل مثلا باور بي دي وتحط مكانها 4 باور اس، يبقى 4 باور اس. تعمل بقى ده ديفايد ده، ده ديفايد ده يعني باور اس على 4 باور اس ايكوال ايه؟ في سكوير على في سكوير، طبعا دي هتروح مع دي. طبعا تعمل كيب مالتبلاي فليب، يبقى ار داش اس هتبقى تحت وار داش بي هتبقى فوق. طب يبقى ايكوال كام؟ ار داش بي اللي هي ايه؟ اللي هي 10 ار على 10 بلس ار، وار داش اس اللي هي 10 بلس ار. نعمل بقى ايه؟ 10 ار تنزل زي ما هي، طبعا دول 2 براكتس، ار تايمز ار بار سكوير بلس هتعمل هنا ايه؟ ده تايمز ده مره، وبعد كده ده تايمز ده تعملهم بلس بعض، يبقى 10 بلس ار بلس 10 بلس سوري 10 ار بلس 10 ار يبقى 20 ار بلس 10 تايمز 10 ب 100. تمام،
دي هتروح مع دي يبقى ايه؟ يبقى هنا 1 وهنا 4، ده تايمز ده، الكلام ده كله تايمز 1، يبقى ار سكوير بلس 20 ار بلس 100 ايكوال 4 تايمز 10 ار، يبقى ايه؟ 40 ار. دي هتروح الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، يبقى ار سكوير ماينس 20 ار بلس 100 ايكوال 0. تمام؟ تعمل الكلام ده على الكالكوليتر، وعايز الفاليو بتاعت الار، تجيب مود ايكويشن، دي انهي درجه؟ بالنسبه لي دي درجه 3 اللي هي اكس سكوير. طبعا في كالكوليترز ثانيه، اهم حاجه بقى ايه؟ مديني الشكل ده اكس سكوير واكس وسي، نختارها. اول الفاكتور هنا ب 1 ايكوال نيجاتيف 20 ايكوال 100 ايكوال، بعد كده ندوس ايكوال، يبقى ايه؟ اكس ب 10 يبقى الار هنا ايه؟ ب 10 اوم. يبقى الاجابه عن هنا عندي الار ب 10 اوم، يبقى الاجابه رقم ايه؟ هنا في كوتشن 23 ده اومز لو فور ذا كلوز سيركت. طبعا انا عارف من القانون بتاعي ان الدلتا في على الدلتا اي ايكوال ايه؟ نيجاتيف ار، هو السلوب بتاعي. يعني السلوب هو ايه؟ هو الار. السلوب بتاعه هو ايه؟ الار. هو عايز ريشيو ما بين ار اكس على ار واي. تمام؟ عايز ريشيو ما بين ار اكس على ار واي. طب هنا الانجل دي، عشان انا عارف ان السلوب ايكوال ايه؟ ايكوال تان الانجل تان ثيتا. تمام؟ طيب. طيب انا عايز والسلوب هو الار. تمام؟ او نيجاتيف ار، ما كده كده ريشيو نيجاتيف تروح مع النيجاتيف، مش هتفرق معايا. يبقى اللي انا عايز اعرفه ان السلوب هو عايز الريشيو ما بين الار اكس والار واي، يبقى السلوب هي الار. انا عايز ايه؟ مش انت عايز ار اكس على ار واي؟ يبقى هجيب السلوب بتاع الاكس، والسلوب هو تان ثيتا، يبقى تان ثيتا بتاعت الاكس على تان ثيتا بتاعت الواي. تان ثيتا بتاعت الاكس، الاكس عامل انجل كام؟ 30. يبقى ايه؟ يبقى تان 30. الواي، الواي بص عامل انجل كام؟ كل دي اللي هي كام؟ 60 على تان 60. تعمل الكلام ده على الكالكوليتر، هيديك 1 اوفر 3 اللي هي الاجابه رقم كام؟ الاجابه رقم ب. بعد كده انا بيقول لي when the length of a conductor is doubled and its cross sectional area decreases to half its original value then the resistivity. الريزستيفيتي يا شباب قلنا دي بتعتمد على الكايند اوف ماتيريال، نوع الماده والتمبرتشر. طالما دول ما اتغيروش فالريزستيفيتي والكوندكتيفيتي تفضل هي تفضل ثابته زي ما هي، تبقى remains unchanged. بعد كده هنا بيقول لي in the electric circuit shown in the figure VB2 equal كام؟ هنا طبعا ده كيرشو فلو على طول. الكرنت ده ده بلس ده ده ده، طب ده بلس 3 كام؟ بلس 3 دي 4.5، اكيد دي 1.5. يبقى على طول، او حتى احنا ممكن نرسمها، وحتى احنا مش هنحتاج نرسمها عشان احنا كده نشتغل على مسار واحد بس. انا عايز الاي 2 كده، الاي 2 بكام؟ الاي 2 ب 1.5. ليه؟ مكان بلس، ما ده بلس ده يديك ده، ده بلس 3 يديك 4.5، اكيد ده 1.5. يبقى انا هشتغل، اعمل اشتغل على المسار ده كده على الاتجاه ده، بس مش عايز اتشخبط في الكتاب. يبقى الفي بي في نفس اتجاه الايه؟ المسار. طبعا انت معكش ايه؟ الار 3. طب انت عايز تجيب الفي بي 2، هتجيب الفي بي 2 ازاي؟ لازم يكون معاك الار. طب الار اقدر اجيبها من الاول ايه؟ من المسار ده. يعني هشتغل الاول على المسار ده عشان اجيب الار ايه؟ سوري، على الار 3. طيب تعال نشتغل على اللوب ده اللي هو ايه؟ دي بي اي اي. تمام؟ برضو هنشتغل نفس اللوب اللي انا اشتغلته. يبقى عندك الايه؟ سيجما في بي ايكوال سيجما اي ار. عندك كام باتري في المسار ده؟ سيبك بقى من ده، كان ده مش موجود. كام باتري هنا؟ هي واحده اللي هي ب 24 ايكوال. هنا في المسار ده في كام اي عندك؟ عندك الاي اللي هنا، اي ار اللي هنا اللي هي 3 تايمز 2، و اي ار اللي هنا هي 4.5 تايمز ار، يبقى ايكوال ايه؟ وطبعا هنا الكرنت ماشي في نفس اتجاه الايه؟ ماشي في نفس اتجاه اللوب، فهنعمله بالبوزيتيف، يبقى 3 تايمز 2 اللي هي 3 تايمز 2 بلس ار تايمز 4.5 يبقى 4.5 ار. يبقى 3 تايمز 2 ب 6 هتروح الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، يبقى 24 ماينس 6 يبقى 18 ايكوال 4.5 ار. دي هتروح بالديفايد، يبقى ار ايكوال ايه؟ 4 اوم. تمام؟ خلاص جبت الار 4 اوم، ماشي، يبقى دي ب 4 اوم. اشتغل بقى على المسار ده بتاعنا، يبقى سيجما في بي ايكوال سيجما اي ار. سيجما في بي اللي هي في بي 2 اللي انا عايزها، يبقى الفي بي 2 هيساوي الاي اللي هنا مين؟ اي 2 اللي انا جبته ب 1.5 تايم 6.
يبقى 1.5 تايم 6 بلس i اللي هنا كام 4.5 تايمز الار لينج بتاعي كده بايه ب 4. الكلام ده يكوال كام 27. يبقى هنا ال في بي ب 27 فولت. يبقى الاجابه رقم كام؟ الاجابه رقم سي. بص يا شباب على البروبلم رقم 26 دي سهله ما فيهاش اي مشاكل. هنا جايب لي الباور اللي هو كونسيومد في 9 اوم بيقول لي ب 81 وات. طب الريزيستنس دي سيريس مع دول، يعني دي سيريس مع دول. طب يعني دي كده لوحدها ب 9 اوم. طب الايكوفلنت بتاع دول كام؟ هتعمل 15 تايمز 10 ديفايد 15 بلس 10 يديك كام؟ يديك 6. ودول كده 6، يبقى دي 9 اوم ودي 6 اوم. وهنا جايب لك ايه؟ باتري. هو عايز الفي بتاعت الباتري دي، عايز البوتنشال ديفرنس بين ذا تو بولز اوف ذا باتري، عايز الفي هنا بكام؟ او بمنتهى البساطه عايز الاي في الار التوتال، صح؟ طيب انا هنا طالما الاثنين دول كده سيريس مع بعض يعني الكرنت ثابت، يعني لما تيجي تحسب الباور هتحسبه القانون ده اي سكوير ار. الباور المستهلك هنا بكام؟ انت قلت لك 81 اي سكوير انا عايزها. الار بكام؟ ب 9. ما هتروح الناحيه الثانيه بالديفايد يبقى اي سكوير ايكوال 9، يبقى اي ايكوال سكوير روت 9، يبقى ايكوال ايه؟ ايكوال 3 امبير. طيب طب الار ايكوفلنت بكام؟ 9 بلس 6 ب 50 يبقى الار ايكوفلنت. الاي توتال بكام؟ ب 3. تمام. يبقى الفي ايكوال اي ار 3 تايمز 15 ب 45 فولت. يبقى الاجابه رقم كام؟ الاجابه رقم دي. هنا الشباب جايب لي سيركت عايز البوتنشال ديفرنس بين نقطتين بي ودي. طيب واضح ان هما الاثنين يعني مشترك بينهم اي بي وهنا اي دي. لو انت عملت اي بي ماينس اي دي برضو انت او العكس اي دي ماينس اي بي يبقى انت جبت برضو الالكتريك بوتنشال او بوتنشال ديفرنس ما بين بي ودي. طيب انت عشان تجيب الفي هنا والفي هنا لازم يكون معاك الاي. طب الاي هتجيبها ازاي؟ اي ايكوال ايه؟ في بي كليه على ار الكليه. الفي بي بكام؟ ب 12. ار التوتال بكام؟ مش دول كلهم بارلل مع دول؟ اه. طب دول بكام؟ 1.5 3 بلس 2 ب 5. ودول برضه نفس الكلام 5 و5 بارلل يبقى الايكوفلنت بتاعتهم 5 اوفر 2 يبقى 2.5. 12 اوفر 2.5 هيديك 4.8 امبير. يبقى الاي ب 4.8 امبير. طب يا شباب انا عايز اجيب الفي اي بي. الفي اي بي هيساوي ايه؟ هيساوي الاي في الار. طب الاي اللي هنا هل 4.8 اللي انا جبتها؟ لا، هتبقى نصها عشان الريزيستنس التوتال هنا بيساوي الريزيستنس هنا، فال 4.8 هتقسم على الاثنين بالتساوي، يبقى هنا 2.4 وهنا 2.4. يبقى الاي ب 2.4 تايمز الار بكام؟ ب 3. يديك كام؟ يديك 7.2 فولت. ده عند انهي نقطة؟ الكلام ده عند بي. تمام؟ طب الفي بتاع الاي دي هيبقى كام؟ هيبقى نفس الاي اللي هو 2.4 لكن تايمز كام؟ الار هنا ب 2. يديك كام؟ يديك 4.8 فولت. انت جبت فولتميتر حطيته ما بين الاي ما بين البي والدي، هيبقى ده ماينس ده 7.2 ماينس 4.8 هيديك كام؟ هيديك 2.4 اللي يبقى الاجابه رقم بي بمنتهى البساطه. طيب بعد كده هنا في رقم 28 هنا جايب لي باتري وذ نيجليجبل ريزيستنس. هنا بيقول لي فور ذا اوبوزيت الكتريك سيركت ويتش اوف ذا فولوينج جرافز ريبريزنت ذا ريليشن بتوين ذا ريدنج اوف ذا اميتر قراءه الاميتر اند ذا تيكن ريزيستنس فروم ار في. طبعا هنا العلاقه ما بين الريزيستنس وقراءه الاميتر اللي هو الالكتريك كرنت انتنسيتي هتبقى علاقه ايه؟ علاقه عكسيه. كل ما زود الريزيستنس كل ما الكرنت ايه؟ يقل. فأني واحده في دول انفرس ريليشن هتكون الاجابه رقم كام؟ رقم ايه؟ بقول لك يعني كل ما زود الايه يعني بقول لك ان ذا تيكن ريزيستنس فروم ار في، كل ما زود الريزيستنس اكيد الكرنت يقل. فالوحيد الانفرس ريليشن هي رقم ايه؟ كم على خير يا شباب، ويا ريت نعمل شير للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله.